دولة قطر يوجد هناك تعاون كبير مع مصلحة الطيران المدني في دولة ليبيا، ونحرص في دولة قطر لفتح الأجواء ما بين دولة قطر إلى مطار معيتيق الدولي، في وهناك وصل وفد فني من دولة قطر من هيئة الطيران المدني للتباحث مع الجانب الليبي بشأن الترتيبات اللوجستية في مطار معيتيقة تمهيدا لفتح وإعادة الخطوط القطرية إلى مدينة طرابلس بإذن الله تعالى. دولة قطر تحرص كل الحرص على رفع الحظر الجوي عن دولة ليبيا، ومستعدين للتعاون الدولي بشأن رفع الحظر عن دولة ليبيا الشقيقة.